طبعاً جيدة، تبادلنا فيها شوية نقاش حول الانتاج العربي والآفاق يعني بعتقد أنها بمكان ما هي قدمت وجهات نظر مختلفة، وإن شاء الله تكون مرضية، إن شاء الله تكون أرضتكم. والجمهور بهاليوم حرص أنه يستمع لكل كلمة قالها تيم، خاصة وأنه معروف عنها قلة الظهور الإعلامي، ولكن رغم كذا اسمه ما بيغيب عن أي برنامج فني، ودائماً بينسألوا النجوم عن رأيهم بموهبته وأعماله، وهذا مثل ما صار مؤخراً مع أيمن زيدان ورشا شربتجي. نمبر ون يعني شعبياً تيم حسن. تيم حسن بمطرح مختلف، هو ممثل استثنائي. وهالكلام من أيمن زيدان ورشا شربتجي، حاب سينماتيك يسمع رأي تيم فيه. بتشكرهم جدا، يعني الأستاذ أيمن زيدان قيمة فنية كبيرة وفنان عزيز علينا كسوريين وعلى العرب عموما. بتشكره جدا، بتشكر الست رشا، هذا من حسن ظنهم، وإن شاء الله دائما هيك نقدر دائما أنه نكون عند حسن الظن العام. شكرا. ومو بس نجوم سوريا عندهم حب كبير لتيم، فنجوم مصر ايضا ما بيوفروا فرصه حتى يحكوا عنه، وابرزهم فيفي عبدو اللي من اول الداعمين لتيم، وما بتخلي مناسبه او صوره او فيديو بيخصها الا وبتعلق عليه. بسلم عليها كثير، شخصيه لذيذه جدا وخاصه، بسلم عليها جدا. وهالنجوم مثل الجمهور مستمتعين بكل عمل بيقدمه تيم، والكثيرين اثنوا على عودته بالسنتين اللي مروا للاعمال التاريخيه السوريه من خلال مسلسل الزند ومسلسل تاج، بعد ما كان قدم لسنوات عديده أعمال عربية مشتركة. هي مشاريع حقيقة كان لابد أن تجي لحظة وتصير في هاي المشاريع، هي مشاريع متعبة وخاصة حقيقة، متمنى أن نكون حققنا فيها الشيء اللي بدنا إياه، وحققت مراد الجمهور اللي بيحب هذا النوع من الأعمال، ونتمنى أنه هاي النوعية من الأعمال تستمر سواء عنا أو عند غيرنا. أنا بشوف أنه هي إثراء عالي للمكتب التلفزيوني العربي، وأكيد الكل بيترقب اليوم العمل الجديد اللي اختار يطل فيه تيم برمضان القادم. ما بنعرف لسه مرحلة النقاش لسه إلا. ولأن تيم ما بيحب يكشف المزيد عن العمل القادم، سينماتيك توجه بالسؤال للمنتج صادق الصباح ليعرف تفاصيل عن المسلسل الجديد، وإذا رح يكون تاريخي مثل آخر عملين. لا مش تاريخي، بس رح يمع تيم. وهالعمل مع تيم مو الوحيد على خارطة الصباح، فلديهم العديد من المشاريع للموسم المقبل. عنا السنة العتاولة الجزء الثاني، وعنا سيد الناس تبع عمر سعد، وعنا المديح خمسة، وعنا عمل مفاجئ إن شاء الله الله يتمه على خير، بس هيك يتم كل أموره بحكي لك عنه. ولحد ما نعرف تفاصيل هالعمل، لوحظ وجود غادة عبد الرازق إلى جانب الصباح في الجلسة اللي جمعتهم بقمة الإعلام العربي، وسينماتيك سأل صادق الصباح إذا هالمشاركة بمثابة إعلان عن عمل رح يجمعهم سويا. تصالحنا. طبعا ست غادة حبيبتنا واشتغلنا قبل مع بعضنا، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات تانية نحن وياها.